إلى شأن آخر، حيث فازت حكومة رئيس الوزراء الليبي الجديد أحمد معيطيق باقتراع على ثقة في المؤتمر الوطني الليبي في تحد للواء المتقاعد خليفة حفتر والذي يشكك في شرعية المؤتمر الوطني. هذا وكان معيطيق المدعوم من جماعة الإخوان المسلمين قد انتخب قبل أسبوعين بعد جلسة برلمانية سادتها الفوضى، ورفض بعض النواب انتخابه باعتباره غير قانونية. في خطوة قد تزيد من مساحة التوتر في ليبيا، صوت المؤتمر الوطني العام الليبي على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء أحمد معيطيق خلفا لحكومة عبد الله الثاني. حكومة معيطيق نالت ثقة المؤتمر الوطني بأكثرية 83 صوتا من أصل 93 نائبا حضروا الجلسة من أصل 200 عضو، وهو ما دفع من لم يشاركوا في الجلسة في التشكيك في شرعية نيل الثقة. ويواجه معيطيق والحكومة رفضا من قبل الجيش الوطني الليبي الذي يتزعمه اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود حربا ضد من وصفهم بالجماعة الإرهابية، ويرى أن معيطيق محسوب على جماعة الإخوان التي تدعمه، كما يؤكد حفتر أن تلك الجماعات إرهابية. ورغم تحذيره من خطورة الأوضاع، إلا أن المبعوث الأوروبي إلى ليبيا يرى أن الفرصة لا تزال سانحة أمام القوى السياسية للتفاوض. هذا يعني أن القوى السياسية في ليبيا لديها فرصة للجلوس إلى طاولة التفاوض، فالباب لا يزال مفتوحا أمام هذه القوى للتوافق. والمؤتمر الوطني هو برلمان ليبيا، ويقع في قلب صراع بين قوات مناهضة لحكم الإسلاميين أعلنت الولاء لحفتر، وبين أحزاب وميليشيات موالية لهم. ولا تزال ليبيا بلا جيش، فضلا عن عدم وجود دستور جديد بعد 3 سنوات على الثورة التي أطاحت القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي، كما أن برلمانها يعاني من خلافات داخلية ومشاحنات سياسية حادة. هذا وقال رئيس الوزراء الليبي الأسبق محمود جبريل إن ليبيا أصبحت المعقل الأخير لتيار الإسلام السياسي المتطرف، داعيا الليبيين إلى دعم عملية الكرامة بقيادة اللواء خليفة حفتر. وأعرب جبريل عن ترحيبه بعودة الجيش الليبي إلى الساحة، مؤكدا الى ان او ان الشرعيه الوحيده التي يجب ان تحترم هي شرعيه الشعب الليبي. واثنى جبريل على حفتر وقال انه لا يتوقع منه ان يقود عمليه عسكريه لاغراض شخصيه كما ارادت بعض الاطراف تصويرها. هذه النشره متواصله من الغد العربي وفيها بعد قليل.